وبركاته. أحييكم من هنا من ميدان المرموم لسباق الهجن، حيث نستكمل برنامجنا في مساء هذا اليوم مع هذه الانطلاقات. شوط آخر يتجدد بين الحين والآخر، شوط يحمل معاه الجعدان المهجنات الأصايل والخمسة كيلو مترات التي أيضا ترافقنا في هذا الخط وفي هذا التحدي في هذا المسير. شكرا لإخواني المعلقين الذين سبقوني بالتعليق، وأنا أتابع أيضا هذا التحدي، أتابع هذه الشعارات التي تندفع بسرعة إلى ناموس هذا الشوط إلى التحدي والتأهب أيضا للمهرجانات المقبلة. نرحب بمناور لهجن العاصفة من يناور، ويحاور ويتقدم مبدعا ومسرعا إلى سيادة هذا الشوط بقيادة المضمر حمد بن راشد بن غدير. أما المركز الثاني الذيب لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة مسري بن سالم بالعرطي الحميري، من يقدم أيضا الذيب في هذه الجولة. النقلة التالية إلى المركز الثالث مثير لهجن الرئاسة عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي، من يتابع هذا الشعار ويتابع هذا التقدم إلى المركز الثالث. النقلة التالية إلى المركز الرابع الذيب لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وعلي بن راشد بن غدير على التضمير. نقلة تالية إلى المركز الخامس وخامس المراكز صغان لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم وحمد بن علي العويسي، من يرافقه في التضمير والتدريب والعناية. إذا انتقلنا إلى المركز السادس، المركز السادس نلقى شاهين للشيخ محمد بن خالد القاسمي وسهيل بن سالم العامري على التضمير. أما المركز السابع، الله السابع يبغي متابعة، شام شوفه يا شام، شمة الناموس، شام شمة الناموس هملول لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد بقيادة مختار بن أحمد، من يقدم شاهين في هذه أو هملول في هذه الجولة من مركز إلى مركز إلى مركز، عينه على المركز الأول. نقلة تالية إلى المركز الثامن، المركز الثامن اللي فيه خليلي سمو الشيخ حمدان بن محمد الراهد المكتوم، أول مكتشف علي بن هزيم المسافري وهو من يتابع هذا الشعار وهذا التحدي. إذا انتقلنا إلى المركز التاسع، شاهين لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم المكتوم وغانم بن مسفر بالقوبة على التضمير. والمركز العاشر يا محاسن الصدف أنه في العاشر ويحمل رقم عشرة اللي هو العاصف لسمو الشيخ راشد بن حمدان الراهد المكتوم عتيج بالعرطي الحميري على التضمير. هذه النتيجة كاملة مكملة. وهكذا مشاهدين الأعزاء ننتهي من إذاعتنا ونيدان الأول، ولكن لنعود مع مناور الذي ودع الجعدان وداع شرف وداع بطولة، يتسيد تربى على عرش المركز الأول بما لديه من قوة بما لديه من إصالة، يحمل شعار العاصفة إلى المقدمة. هناك المضمر أيضا الذي يتابع هذا المناور هذا الخطير الذي يتابع طريق الناموس حمد بن راشد بن غدير، هو من يرسل مناور في هذا الشوط إرسال التحدي وإرسال القوة. أما المركز الثاني فالوصول من مثير لهجن الرئاسة، أقرب منافس لمناور هجن الرئاسة مع مثير عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي، هو من يتابع مناور على ناموس هذا الشوط. النقلة التالية إلى المجموعة الثانية، أرى اللي في المركز الثالث هذا اللي تكلم عن يوم كان في الثامن، وين وصل إلى الثالث؟ وصلنا إلى الثالث اللي هو هملول لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد مختار بن أحمد، بدأ يختار في المراكز. من الجانب الآخر أيضا هناك تقدم واضح من شعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على ظهر شاهين أو لسمو الشيخ محمد بن خالد القاسمي. سهيل بن سالم العامري هو من يدفع بهذا الشعار. نقلة تالية في هذه اللحظات وناخذ المركز الخامس الذيب لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهد المكتوم سالم بن هيان العامري على التضمير. والمركز السادس، المركز السادس اللي فيه منحاش لسمو الشيخ حمدان بن راهد المكتوم محمد بن سعيد بن مروشد على التضمير. إذا انتقلنا إلى المركز السابع نلقى شاهين لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم المكتوم غانم بن مسفر بالقوبة على التضمير. أما المركز الثامن شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راهد المكتوم وسيف عمير العميمي. تقريبا هذه النتيجة مشاهدين الكرام للتسعة المراكز الأولى والعشرة المراكز الأولى، ولكن لنعود يا الجمري
نتابع مناور، نتابع مناور ومثير في المقدمة، بينهم صراع مستمر من البداية، من البداية وهن في شد وجذب في كر وفر مثل ما تشاهدون، ولكن مناور ما زال محافظ على الموقع، ما زال متربع على عرش المركز الأول بشعار هجن العاصفة. أما المركز الثاني يأتينا مثير لهجن الرئاسة، هو من يصارع مناور على ناموس هذا الشوط في كفة الميزان، مثل ما تشاهدون ماسكين الأطراف، ماسكين الأطراف بهذه الشعارات، شعار العاصفة وشعار هجن الرئاسة. أما المركز الثالث يأتينا هملول لمعالي الشيخ محمد بن بطيال الحامد، مختار بن أحمد هو من يدفع بهملول في هذه الجولة. أما المركز الرابع الوصول من حاش لسمو الشيخ حمدان بن راهد المكتوم، محمد بن سعيد بن مروشد. نكتفي بهذه المراكز، وإن عودة إلى مناور، نراقب مناور ونراقب مثير في الصراع الشديد، في الصراع المثير على ناموس هذا الشوط. هل من مزيد يا مناور؟ هل من مزيد يا مناور؟ يا سلام، بدأ يتحرك، بدأ يتحرك بأوامر حمد بن راشد بن غدير الواثق، بدأ يحرك. هناك أيضا مضمر آخر عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي، يحرك مثير، يحرك مثير. العاصفة مع العاصمة، العاصفة والعاصمة في صراع مستمر على الناموس. نراقب ونشاهد الناموس أين يذهب، هل هو يذهب إلى العاصمة ولا يذهب إلى العاصفة؟ ما زال الصراع على أشدة، ومناور جاهز للتحدي، ومثير أيضا عنده الإثارة وعنده القوة. إلا 400 متر الأخيرة أو 500 متر الأخيرة، وما زال الجعدان بدون أوامر، بدون أي تعليمات تذكر. مناور ما زال متسيد، ولكن مثير يسحب البساط، يسحب البساط، يتحرك بأوامر عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي. بدأ يحرك مثير، مثير يتحرك، ولكن مناور له الكلمة الأخيرة. يلا يا بن غدير، اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة. الناموس وين؟ الناموس وين؟ إلى العاصمة، إلى العاصفة، إلى العاصمة، إلى العاصفة. الناموس يتجول، ما زال حائر طاير. نحن نتابع، نتابع مثير، نتابع مناور. 200 متر الأخيرة، ولكن مثير بفارق بسيط، بفارق بسيط، ولكن يعود مرة ثانية، يعود مناور، يعود مثير، يعود، ولكن إلى العاصمة، العاصمة للمرة الثانية. نهني هجن الرئاسة، ونهني عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي الثاني مناور لهجن العاصفة. تهنينا لحمد بن راهد بن غدير. المركز الثالث من حاش لسمو الشيخ حمدان بن راشد، المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن محمد، والمركز الخامس هملول لمعالي الشيخ محمد بن بطيال الحامد. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، وشاهدنا هذا الشوط بالإثارة والقوة والحماس، وفي النهاية استطاع مثير أن يهدي هذا الناموس لهجن الرئاسة بتوقيت زمني مقداره 7 دقائق بالتأكيد و45 ثانية و8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. أما المركز الثاني، أرى اللي في المركز الثاني مناور ب7 دقائق 46 ثانية وجزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن العاصفة. أما المركز الثالث، المركز الثالث، المركز الثالث الوصول في هذه اللحظات بتوقيت زمني ومقداره بالتأكيد 7 دقائق 53 ثانية و4 ثانية. تهانينا والناموس.